الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لقداسة بابا تودروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيدة. مصر تطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين. تحذيرات أممية من امتداد المجاعة إلى جنوب قطاع غزة. السادسة صباحاً الثالثة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلاً بحضراتكم، ونستهل مع حضراتكم هذه النشرة مع الزميلة دينا سلامة. إليك دينا، صباح الخير. صباح الخير محمد، أهلا بكم مشاهدين الكرام. والبداية، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانية، حيث تقدم بخالص التعازي والمواساة في وفاة نجله، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان. من جانبه توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالشكر للرئيس السيسي على الاتصال، معربا عن تمنياته لمصر بالخير والأمان. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وأعرب الرئيس السيسي في برقية التهنئة عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته لقداسة البابا تودروس ولجميع الإخوة الأقباط، مشيدا بقوة تماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ. كما أرسل الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر في الخارج نقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، حيث هنأهم بعيد القيامة وتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق. ترأس البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط مشاركة عدد من المطارنة والأساقفة والكهنة، وبحضور عدد كبير من أبناء الكنيسة والقيادات والشخصيات العامة. وفي كلمته خلال القداس، توجه البابا تودروس الثاني بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على محبته الدائمة واهتمامه ومشاركته في احتفالات الأقباط المصريين، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها. أود أن أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على محبته الدائمة وعلى اهتمامه وعلى المشاركة في هذه الاحتفالات. أود أن أشكر جميع المسؤولين، وزي ما ذكرنا بالأسماء كل المسؤولين نقدرهم ونقدر أتعابهم ومسؤولياتهم، ونقدر كل الحضور والمشاركة والتهنئة، ونصلي أن يحفظ الله بلادنا دائما في محبة وسلام وإخاء، ونصلي أيضا من أجل الحروب الموجودة في العالم والشعوب المتألمة والمجروحة. نصلي أن يعطي الله سكينة ويعطي هدوءا ويعطي سلاما. من جانبه، أكد القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أهمية التمسك بالنسيج الواحد بين أبناء الوطن. التمسك بفكرة النسيج الواحد بالمعنى الحقيقي الصادق وليس مجرد شعار. ويمكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في برقية التهنئة التي وجهها للمواطنين المصريين المسيحيين أكد على فكرة النسيج الواحد لكل المصريين، هي حالة من التفاعل والمحبة والود الخالصين بترجم وضع مصر حاليا.
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد القيامة المجيد. وقال جبالي ببرقية التهنئة إنه يتوجه بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب لقداسة البابا تودروس ولجميع الأخوة المسيحيين بأسمى التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيدة، راقيا أن يديم على مصر وشعبها العظيم أواصر المحبة والتآخي والوئام، مؤكدا في هذه المناسبة تقديرهم لجهود البابا تودروس في ترسيخ قيم التسامح والمحبة بين جموع المصريين. بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد القيامة المجيد. وقال عبد الرازق في نص البرقية إنه يتقدم إلى قداسته وجميع الإخوة المسيحيين بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأن يعيده على الوطن بالأمن والاستقرار، معربا عن تمنياته بمستقبل واعد لشعب تلاحمت الروابط بين أبنائه في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد القيامة المجيدة. وأعرب وزير الدفاع عن اعتزازه والقوات المسلحة بمواقف البابا تودروس الثاني الوطنية التي تؤكد دوما أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وأمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاخر المجيد. وأشاد وزير الدفاع بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها، لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوي الحامي للوطن والحصن المنيع للشعب. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بهذه المناسبة. هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي من الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيدة. كما أصدر الفريق أسامة عسكر توجيها مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بنفس المناسبة. ترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك قداس عيد القيامة المجيد من كاتدرائية السيدة العذراء مريم في مدينة نصر بمشاركة مجموعة من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين في الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والإعلاميين. هنأت مؤسسة أبو العنين للعمل الثقافي إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيدة. وقدم الوفد المشارك بالاحتفالات باقات الزهور مهنئا الأقباط بعيد القيامة المجيدة. كما شاركت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الإخوة الأقباط في محافظة البحيرة بعيد القيامة المجيد. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شاركت مؤسسة الجرح الأقباط من أهالي محافظة الفيوم للاحتفال بعيد القيامة المجيد بعدد من الفعاليات المتنوعة من خلال تواجد قيادات المؤسسة والعاملين بها ومتطوعيها في نحو 10 كنائس وأديرة رئيسيين على مستوى مراكز وقرى المحافظة، مع توزيع الحلوى والشوكولاتة والبالونات والهدايا على مواطنين المسيحيين وأبنائهم.
عيد القيامة المجيد الحقيقة من الأعياد تعتبر الأساسية في المسيحية، والحقيقة بيعقبها على طول عيد الربيع وشم النسيم، وده بيبقى عيد لكل المصريين. فبنعتبر أنه الاحتفال الحقيقة هو لكل المصريين، يعني في المسيحيين في عيدهم في عيد القيامة، وكل المصريين بنجتمع في عيد شم النسيم. أكيد بتبقى فرحة كبيرة، فرحة مشتركة، وده اللي تعودنا عليه منذ سنين عديدة في حياتنا. عيد الفطر احتفلنا به منذ أيام، والنهاردة بنحتفل بعيد القيامة المجيد. فترة الأعياد بتبقى فيها مشاعر إنسانية، مشاعر روحية، مشاعر فرح روحي. بنشعر بالعيد بمشاركة بعضنا البعض، زي ما حضرتك شايف وفود كثيرة جدا حضرت للتهنئة بالعيد من إخواتنا المسلمين بكافة أطياف الشعب والقيادات الرسمية في المحافظة. احنا في هذا العيد بنطلب من إلهنا أن يحفظ السلام والهدوء في العالم ولمصرنا الحبيبة. كل سنة ومصر المحروسة في أمن وأمان واستقرار يا رب، في ظل القيادة السياسية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة احنا محافظة الفيوم وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بنزور الكنائس وبنقول لإخواننا الأقباط كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وكلنا في خير وسعادة. النهاردة مرينا على أكتر من كنيسة وفي داخل مدينة الفيوم، وفي أيضا مجموعة من أعضاء التحالف كل واحد في مركزه، بنحاول يكون في تغطية كاملة لكل الكنائس، بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين لإخواننا الأقباط. واجب على كل فرد مصري مشاركة إخواته وأهله وناسه في عيدهم عيد القيامة المجيد. النهاردة مصريين كلهم مع بعض، النهاردة التحالف الوطني بيمثل كلمة التحالف، هو التحالف هو الوحدة، وهي وحدتنا الوطنية اللي تربينا عليها. التحالف الوطني للعمل الأهلي النهاردة في وفد من أمانة الفيوم بتقدم التهنئة بالعيد القيامة المجيد للإخوة الأقباط. حاليا احنا معاهم وهنفضل معاهم. النهارده متطوعين منتشرين في ارجاء 10 كنائس على مستوى محافظه الفيوم، وكمان في محافظات اخرى في نفس التوقيت. بنحاول ان احنا نرسم البسمه على وجوه الاطفال والاخوه المسيحيين المحتفلين في هذا اليوم. بيتم توزيع بعض الحلوى، بعض الهدايا والبلالين على الاطفال، علشان نقول لهم يعني احنا مش عاوز اقول احنا شريك ولا لا، احنا كلنا وطن واحد، كلنا يعني شركاء في هذا الوطن. هدفنا بشكل أساسي ان احنا يبقى دايما مصر في خير وسعادة وأمان، وده تقليد حرص عليه التحالف منذ إنشاؤه، وتقليد بتقوم بمؤسسة الجرح منذ عشرات السنين. شهدت القاهرة انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الأول لمؤسسة تكوين الفكر العربي تحت عنوان 50 عاما على رحيل طه حسين، أين نحن من التجديد اليوم، في المتحف المصري الكبير. تحت رعاية الدولة المصرية وبمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين العرب، وأدار الجلسة الافتتاحية المذيع المصري عمرو عبد الحميد. ويعتبر انطلاق المنتدى باكورة الأعمال الخاصة بالمؤسسة، والتي تهدف إلى تعزيز خطاب التسامح وفتح آفاق الحوار وتشجيع المراجعات النقدية والتحفيز على طرح الأسئلة على المسلمات الفكرية والأسباب التي تحول من دون نجاح مشاريع النهضة والتنوير العربية. يذكر أن مؤسسة تكوين الفكر العربي والتي مقرها القاهرة تضم في عضوية مجلس أمنائها عددا من المفكرين العرب، وهم الدكتور يوسف زيدان من مصر، والدكتور فراس السواح من سوريا، والأستاذ إبراهيم عيسى من مصر، والدكتورة ألفة يوسف من تونس، والدكتورة نادرة أبي نادر من لبنان، والأستاذ إسلام البحيري من مصر.
أدانت مصر بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. جاء ذلك خلال بيان مصر أمام الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي في جامبيا التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ثمن شكري الدورة الذي اطلعت به منظمة لتشكيل جبهة دعم للقضية الفلسطينية. كما استعرض شكري محاور وقف العدوان الجائر على الشعب الفلسطيني التي جاء في مقدمتها الضغط لتنفيذ قرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 واستحداث الآلية الأممية في غزة للإنفاذ الفوري غير المشروط لمساعدات الإنسانية لداخل القطاع. كما طالب شكري بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، كما شدد على أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية لضمان استقرار الشرق الأوسط. يكثف منفذ رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة ولعبور المصابين والعالقين. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في قطاع غزة لتخفيف المعاناة عنهم. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي لمساعدات الإنسانية على القطاع بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي. القضية فلسطينية تمس كل الإنسانية، عمرنا ما نضحي بيها مهما كان. يا قدسنا يا قدسنا يا قدس أقداس المنى. بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع، وتنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي.
تستمر حركة المساعدات عبر معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون شرق مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع، وأفادت مصادر محلية باستشهاد أم وطفليها وإصابة والدهما بجروح في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة وادي العرايس شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة. يأتي هذا في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق عديدة مستهدفة المساجد والكنائس جنوب ووسط قطاع غزة. وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 34,654 شهيدا وأكثر من 77,000 مصاب. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم مما وصفه بحمام دم إذا نفذت إسرائيل هجوما عسكريا على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وفي منشور له على منصة إكس قال أدهانوم إن المنظمة تشعر بقلق عميق من هذه العملية التي تزيد من ضعف النظام الصحي، ودعا إلى وقف إطلاق النار. حذرت عشرات المنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة من عواقب اجتياح إسرائيلي محتمل لرفح الفلسطينية. وفي هذا الإطار تتوالى التحذيرات الدولية التي يرصدها الزميل عمرو شهاب في العرض التالي. أهلا بكم. تتوالى التحذيرات الدولية من تداعيات أي عملية عسكرية ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين جنوبي قطاع غزة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كرر تحذيراته من أي هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح الفلسطينية المكتظة في غزة، قائلا إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين. وأوضح بلينكين أنه لا يمكن لبلاده دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز حدود المقبول. من جانبه حذر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا من أن أي توغل إسرائيلي في رفح الفلسطينية سيعرض أرواح مئات الآلاف من سكان غزة إلى الخطر، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون مذبحة وضربة هائلة لعمليات الإغاثة الإنسانية في القطاع بأكمله. وقال المتحدث باسم الأوتشا يانس لاركي إن مدينة رفح الفلسطينية هي قلب العمليات الإنسانية في غزة، حيث تخزن فيها العشرات من منظمات الإغاثة الإمدادات التي تقدمها للمدنيين في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك الغذاء والمياه ومستلزمات الصحة والصرف الصحي والنظافة. بدوره قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبريكورن إن المنظمة أعدت خطة طوارئ في حال حدوث توغل إسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية، لكنه حذر من أن العملية العسكرية ستؤدي إلى موجة جديدة من النزوح والمزيد من الاكتظاظ وانخفاض فرص الحصول على الغذاء الأساسي والمياه والصرف الصحي، وبالتأكيد المزيد من تفشي الأمراض.
وأحذرت عشرات المنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة من عواقب اجتياح إسرائيل محتمل لرفح الفلسطينية، داعية واشنطن على ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لمنع اجتياح المدينة التي تؤوي نحو 1.5 مليون فلسطيني نزحوا بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا بشأن التحذيرات الدولية من تداعيات أي هجوم على رفح الفلسطينية. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكينا وجود مجاعة شاملة في شمال قطاع غزة تنتقل نحو الجنوب. بدورها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن كارثة صحية غير مسبوقة عالميا يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. مع استمرار الحرب على قطاع غزة تتسع نطاق الأزمة الإنسانية شيئا فشيئا، وبعد تحذيرات من انتشار المجاعة في شمال القطاع أخذت المجاعة تنتشر لتصل إلى الجنوب ليصبح القطاع بأكمله في براثن الجوع. المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمية سيندي ماكين أكدت وجود مجاعة شاملة في شمال قطاع غزة تنتقل نحو الجنوب. المسؤولة الأممية أكدت أن السكان في القطاع يعانون من نقص حاد في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. النازحون وسط جحيم الخيام بجنوب غزة تزداد معاناتهم مع اشتداد موجات الحر، ما ينذر باتساع انتشار الأوبئة والأمراض خاصة لدى الأطفال والنساء، حيث تتكدس النفايات بين الخيام إلى جانب الصرف الصحي. من خلفي يمكنك رؤية الدمار الذي لحق بالنصيرات ودير البلح نتيجة القتال الأخير، وما يمكنك سماعه هو نهر من مياه الصرف الصحي ناجمة عن خطوط الأنابيب المكسورة. وزارة الصحة الفلسطينية بدورها قالت إن كارثة صحية غير مسبوقة عالميا يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الصحية والإنسانية الدولية بتكثيف الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان وإنقاذ حياة ملايين الفلسطينيين. وثقت هيئة الأسرى وشؤون المحررين المزيد من الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنها العقوبات التي تطال جميع المعتقلين من دون التفرقة بين شخص سليم أو مريض. وأوضحت الهيئة أن الاحتلال بعد 7 أكتوبر الماضي فرض عدة إجراءات على المعتقلين المرضى. انتهاكات متواصلة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في مناحي الحياة كافة، ولعل أكثر من يتعرضون لتلك الانتهاكات هم الأسرى المعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هيئة الأسرى وشؤون المحررين وثقت المزيد من تلك الانتهاكات، حيث وجدت أن الاحتلال يفرض العقوبات العامة على جميع المعتقلين دون التفرقة بين شخص سليم أو مريض، فضلا عن ارتكابه بعض الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية. الهيئة أكدت في بيان لها عقب قيامها بزيارة إلى معتقل الرملة الإسرائيلي أن قوات الاحتلال تستغل أمراض المعتقلين وإصابتهم لوضعهم في بيئة يومية خطيرة ومعقدة وفيها تهديد حقيقي لبقائهم على قيد الحياة. وأوضحت الهيئة أن الاحتلال بعد 7 أكتوبر الماضي فرضت عدة إجراءات على المعتقلين المرضى، من بينها تعصيب أعينهم وتقييدهم خلال الزيارة في الذهاب والعودة دون الاهتمام لخصوصيتهم الصحية، ما دفع المرضى لاتخاذ قرار بعدم الخروج أو تلقي العلاج. وأشارت الهيئة إلى صدور قرار من إدارة معتقل الرملة بوقف العلاج الطبيعي للمصابين، وكذلك الطعام الخاص الذي كان يقدم لعدد من المرضى، كما تم سحب الهاتف العمومي الذي كان يستخدم للتواصل مع أهالي المعتقلين. وكانت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين قد أحصت عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 9500 معتقل، منهم 80 سيدة وأكثر من 200 طفل موزعين على 3 سجون، وهذا لا يشمل كل الأشخاص الذين تم اعتقالهم من غزة عقب شن الاحتلال عدوانه على القطاع.
وقبل الختام مشاهدي الكرام إليكم تذكرة بأهم وأبرز العناوين. الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لقداسة البابا تودروس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. مصر تطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين. تحذيرات أممية من امتداد المجاعة إلى جنوب قطاع غزة. للمزيد من الأخبار يمكنكم ما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلت أحياء زميلي محمد المهدي ولكم مني التحية، أنا دينا سلامة.